بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك أملنا، وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا واكفهم السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على شرح كتاب الغاية والتقريب في فقه السادة الشافعية للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما وقراء مصنفاتهما في الدارين، آمين. المجلس الثاني في فقه النكاح، فصل فيما لا يصح النكاح إلا به، اللي هي إيه؟ شروط عقد النكاح يعني، أو أركان عقد النكاح. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي عدل، وفي بعض النسخ بولي ذكر، وهو احتراز عن الأنثى، فإنها لا تزوج نفسها ولا غيره، وده هيجي بعد كده الكلام عليه بالتفصيل. ولا يصح عقد النكاح أيضا إلا بحضور شاهدي عدل. يبقى هو إيه ذكر شروط عقد النكاح؟ ذكر شرطين، وهم الحقيقة خمسة، لكن هو من باب الاختصار لأن الباقي هيجيبهم برضو في أثناء الكلام. أولا، لابد أن يكون هناك ولي وشاهدي عدل وزوج وزوجة وصيغة، يبقى خمسة. عشان يتم عقد الزواج لازم يبقى فيه زوج وزوجة وولي للزوجة وشاهدي عدل وصيغة، والزوج يشترط فيه وكذا الزوجة أن يكون حلالا، يعني غير محرمين، فلا يصح أن يتزوج الإنسان وهو محرم، يبقى لابد أن يكون غير محرم، يعني يسموه حلال، حلال يعني غير محرم، وأن يكون مختارا، فلا يصح أن يكون الزوج مكرها على عقد زواج، وكذلك المرأة إلا في ولاية الإجبار، هنيجي نتكلم عليه بالتفصيل. وكذلك لابد أن يكون الزوج معينا والزوجة معينة، يعني ما ينفعش يقول زوجت ابنتي لأحد هذين الرجلين، ما ينفعش، لازم يعين. وكذلك لا يقول للرجل زوجني إحدى ابنتيك، ما ينفعش، لازم تكون الزوجة معينة والزوج معين. وكذلك أن يكون الزوج عالما بالزوجة ولو اسمها واسم أبيها، يعني إن لم يلتقي بها على الأقل يبقى يحدد اسمها واسم أبيها. وأن يكون الزوج ذكرا، فلا يجوز أنه هو يكون خنثى أو مشكل، فلا بد أن يكون في كامل الذكورة. ويضاف في الزوجة شروط أيضا، أن تكون خالية من من الموانع، يعني أن تكون خالية يعني بلا زوج، وأن تكون غير معتدة من عدة وفاة أو عدة طلاق أو عدة فسخ، يعني تبقى الزوجة خالية. يبقى دي بالنسبة لشروط الزوج والزوجة يعني. يبقى هي خمسة أركان. هو هيتكلم هنا بالتفصيل على موضوع شروط الولي وشاهدي العدل، وذكر المصنف شرط كل من الولي والشاهدين في قوله: ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط. الأول الإسلام. طبعا الإمام الشافعي قال لك أن شاهدي العدل ده ركن من أركان العقد، وكذا الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل، نص الحديث كده،
رواه ابن حبان، وعلشان كده اشترك الامام الشافعي شاهدين. الامام مالك اكتفى بالاشهار، يعني عند الامام مالك جعل الاشهار هو الركن على اساس ان الاشهار هيتحقق فيه الشهود كله. الامام الشافعي جعل الاشهار سنه وليس ركن من اركان العقد، يعني ممكن يتم العقد على مذهب الشافعيه في حجره فيها الولي والزوج والزوجه وشاهدي عدل قاعدين مع بعض بس من غير ما يعملوا حفله ولا حاجه، يتم الزواج عند الشافعيه بهذه الصوره تبقى زواج صحيح. اما الاشهار فده سنه عند الشافعيه. الامام مالك عنده الاشهار ما كان شاهدي العدل عند الشافعيه. والامام ابو حنيفه لم يشترط الولي في صحه العقد بل اشترط الولي في نفوذ العقد. الامام ابو حنيفه جعل الولي شرط لانفاذ العقد لا شرط في صحه العقد عند الاحناف. ان العقد صحيح لكن لا ينفذ الا بالولي. يعني الولي له ايقاف اثر العقد بعد تمامه ان تزوجت بغير كفء. لكن يبقى العقد صحيح بس ايه؟ متوقف على اجازه الولي. لكن الشافعيه ريحوا نفسهم وقال لك لازم الولي يبقى موجود عشان ما يبقاش عندنا مشكله بين صحه عقد مع ايقافه. وان كان الامام ابو حنيفه قال لو تم الدخول بغير علم الولي فحملت يسقط حق الولي في اسقاط في انفاذ العقد لتعلق العقد بالمولود اللي هو في بطن الام. واضح؟ دي تفاصيل يعني في مذهب الاحناف. احنا طبعا لا ننصح ان الانسان يتزوج زواج يكون يصح على مذهب ويبطل على مذهب اخر. الاحسن ان الانسان يخرج من الخلاف، خصوصا ان ده عقد مهم وعقد غليظ ولا يتكرر كثيرا في حياه الانسان، فلا بد ان هو ايه يعمله يعني ايه خارج من اي خلاف. وعشان كده بيقول لك بالنسبه للولي والشهيدان يشترط فيهم عده شرائط. لما الامام الشافعي قال لك الاشهار مش مهم ده سنه لكنه مش ركن، قال لك لازم الشاهدي العقد والولي يبقوا فيهم شروط متعدده عشان يتم العقد صحيح. منهم الاسلام، يشترط طبعا لا يكون ولي المراه كافرا الا لو كانت امراه كتابيه، يبقى وليها هيبقى كتابي زيها. كويس؟ هو الكتابي كافر؟ كافر، لان تعريف الكفر كل ما خالف الاسلام. ولكن يصح الزواج من ايه؟ من المرأة الكتابية في وجود ولي كتابي. واضح؟ اللي هو وليها اللي هو ابوها او اخوها. يبقى الاسلام فلا يكون ولي المرأة كافرا الا فيما يستثنيه المصنف بعد، هيقول لك بعدين. والثاني البلوغ، فلا يكون ولي المرأة صغيرا، وكذا الشهود ما ينفعوش يبقوا صغار، يبقى لابد من البلوغ. والثالث العقل، فلا يكون ولي المرأة مجنونا سواء كان أطبق جنونه أو تقطع. أطبق جنونه يعني إيه؟ مجنون على طول. تقطع يعني أحيانا يجي له أدوار جنون وأحيانا يبقى إيه؟ لكن يصح وقت إفاقته، يصح وقت إفاقته. واخد بالك إزاي؟ الصفية عن الخبل. ممكن يزوج لو هو بيجي له جنون احيانا. في ناس بيجي لهم جنون سيزونال، يعني مع ايه؟ مع فصول السنه، يجي له فصل معين، يجي له مرض نفسي شديد يفقد فيه الادراك وياخد علاج ويبقى نايم في السرير وبعد كده يفوق لنفسه. ففتره الافاقه الكامله الخاليه عن اي خبل تصح ولايته. وكذلك السفيه، السفيه غير المهمل، يعني السفيه بحكم قضائي لا يصح ولايته. فاذا كان لا يصح تصرفه في نفسه يبقى من باب اولى لا يصح تصرفه في غيره. لكن لو سفيه غير مهمل، سفيه مهمل يعني ايه؟ يعني لم يرفع عليه حكم قضائي او يحكم عليه حكم قضائي بالسفه، تصح ولايته اذا كان سفيه مهمل. اما المحجور عليه لا بسفه
بل بسبب ديون فتصح ولايته. يعني واحد محجور عليه، ما هو اسباب الحجر اما سفة او جنون او لمصلحه الغير لمن ارتكبته الديون، مش كده؟ دي كلها تفاصيل يعني تجدها ايه في المذهب. يبقى العقل، فلا يكون ولي المرأة مجنونا سواء أطبق جنونه أو تقطع. طبعا تقطع دي يعني إيه؟ يعني يستثنى منها أوقات إفاقته. والرابع الحرية. الوقت طبعا كل الناس أحرار، ما بقاش في رق، إلا إذا رحت عند الدواعش بقى عايزين يعملوا رق جديد، دي حاجة جديدة. لكن الوقت ما بقاش في رق، يبقى كل الناس أحرار. يعني ما ينفعش واحد يكون إيه، رقيق عبد يعني، ويبقى ولي في عقد نكاح، لأنه ليس له أصلا تصرف في نفسه، فكيف تصرف في غيره؟ فهمت إزاي؟ وبالتالي لا يصح، يبقى لازم الحرية. فلا يكون الولي عبدا في إيجاب النكاح، لكن ممكن يبقى زوج. فهمت إزاي؟ يعني ممكن يبقى الولي العبد ده زوج، لكن ما ينفعش يبقى ولي لامرأة. ويجوز أن يكون قابلا في النكاح، يعني يبقى زوج، يعني يقبل عقد النكاح لنفسه. الخامس الذكورة، لابد يشترط الذكورة في ولاية عقد النكاح. فلا تزوج المرأة المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم كده قال إيه؟ المرأة لا تزوج المرأة، أو لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها. حديث رواه الترمذي، واخد بالك؟ يبقى المرأة لا تكون، ويبقى بالتالي الذكورة شرط في الشهود وفي ولي عقد النكاح. فلا تكون المرأة والخنثى وليين. وده من باب إعفاف المرأة إن هي تتعرض لعقد النكاح، فهو من باب إعفافها، لأن في الغالب المرأة تستحي أنها تبشر عقد بنفسها في الغالب العام أمام الناس، فمراعاة لطبيعتها النفسية وكرامتها أمام الناس، فبيتولى الذكور العقد بالنيابة عنه. ايه؟ لا، اشترط برضو في العقود النكاح الشهود يبقوا ذكور. يعني المرأة لا تشهد في العقد ولا تتولى ولاية العقد. كويس؟ لا تصح. والسادس العدالة. العدالة اللي هي الديانة يعني. فلا يكون الولي فاسقا. وعلشان كده الفقيه بيعمل ايه؟ بيتوب الولي الأول قبل عقد النكاح، تملي ايه المأذون الوقت يعمل ايه لما يكون مأذون فقيه، يقول للناس قولوا جميعا نستغفر الله العظيم، يستغفروا، تبنا الى الله، يتوب كل اللي قاعدين بما فيهم الولي، وعزمنا على طاعة الله وعلى عدم الوقوع في المعاصي. فيبقى عدله لحظة العقد لانه تاب واستغفر فصار عدلا. كويس؟ ده بالنسبة للولي، فيصح بتوبته في حال العقد تصح ايه عدالته. وان كان الشهود عند الشافعي في تفصيل المذهب يفضل ان هم يكونوا عدول بالتجربة مش باللحظة. فهمت ازاي؟ يعني يكون معروفين عند الناس بان هم اهل استقامة واهل صلاح، فلا يشهد على العقد مثلا مدخن لان التدخين حرام، واللي مصمم على فعله سقطت عدالته. فهمت ازاي؟ ودي من ضمن الحاجات اللي هي ايه لازم ناخد بالنا منها. يعني لما تعمل عقد زواج لبنتك ما تخليش واحد من الشهود مدخن ورايح نفسك. كويس؟ لكن المدخن نفسه ممكن يعقد ايه لبنته، المدخن نفسه، لانه مش ساعة العقد مش هيبقى مولع السيجارة، واخد بالك؟ هيتوبهم ويقول لهم اقروا الفاتحة وصلوا على النبي، فكل الناس المدخنين يطفوا السجاير وكله يقعدوا لحظة كده ايه صفى مع الله فيستغفروا، يصح العقد. بعد كده كل واحد يمشي على حل شعره وحل بعد كده، واخد بالك ازاي؟ افعلوا ما شئتم كما تدينون تدانوا، لان كل انسان مسؤول عن ايه عن نفسه. يبقى العدالة دي شيء مهم. فلا يكون الولي فاسق. طب افرض ما لهاش ولي، او وليها فاسق يعني منكب على الخمر للنهار، او رجل سكير عربيد لا يصلي، فتعمل ايه؟ يبقى وليها الحاكم.
إن فقدت كل الأولياء التانيين، هنتكلم على الأولياء، لأن الأب أو الأخ أو العم أو ابن العم على هذا الترتيب يعني، الأب فالجد، ما فيش لا أب ولا جد، الأصول ناخد إيه الأخ، ما فيش أخ ناخد العم، ويقدم الشقيق على غير الشقيق، وبعد كده ما فيش إعمام يبقى ابن العم الشقيق ثم ابن العم غير الشقيق، ما فيش بقى حد من الأولياء خالص ما لهاش مقطوعة من شجرة، يبقى وليها الحاكم، الحاكم الوقت اللي هو مين؟ المأذون، المأذون يبقى هو وليها، يختار لها الكفء ويتفق على مهر المثل. ها؟ لا ما يبقوش أولياء في عقد النكاح، يبقوا ممكن شهود بس، لكن لا تصح ولايته، يعني الولاية تكون من جهة الأب. كويس؟ لكن يجوز ان الخال يبقى ولي بالوكاله، يعني ابوها مسافر فاتصل بخالها وكله، فيبقى هو ولي ايه بنت اخته، فهمتني ازاي؟ تمشي بالوكاله هنا، له ان يوكل يعني غيره. اي واحد بالوكاله من الولي الاصلي. لا لا مش شرط، احنا قلنا ان هو حي انسان عدل لما يقول انا موكلني الولي خلاص. يعني انا زوجت بعض الطالبات الاندونيسيات والماليزيات هنا في مصر بناء على ايه؟ مكالمه تليفونيه من وكيلها، من وليها اللي هناك، يكلمني يقول لي انا وكلتك، واخد بالك ازاي؟ فخلاص طالما وكلني انتهيت. يبقى العداله، فلا يكون الولي فاسقا. عشان كده ننصح لمن يجروا عقد النكاح ان يبداوا خطبه النكاح بإيه؟ بالاستغفار والتوبة والشهادتين والحاجات دي كلها، وإحنا بنلاحظ الحكاية دي الحمد لله بتتم في معظم عقود النكاح. واستثنى المصنف من ذلك ما تضمنه قوله إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، واللي إحنا قلناه الذمية اللي هي واحدة تكون يهودية أو مسيحية، يبقى ممكن وليها يهودي أو مسيحي زيها، يبقى هنا يسقط شرط الإسلام في هذه المسألة. ولا يفتقر نكاح الأمة إلى عدالة السيد، إذا نكح الإنسان أمة يعني رقيقة يبقى في الحالة دي وليها مين؟ السيد، والسيد لا يشترط فيه العدالة، واضح؟ فيجوز كونه فاسقا، والفسق ده ممكن يبقى إنسان تارك الصلاة أو مش مواظب على صلاته، يبقى اسمه فاسق، مدخن اسمه فاسق، فهمت ازاي؟ الفسق ده كتير قوي يعني، واخد بقى، ربنا يهدينا جميعا. او يكون مثلا بيعمل حاجات المشهوره بقى، سكير او مثلا بيتعاطى المخدرات او بيلعب قمار او شيء من هذا، الحاجات دي كلها كتير، لكن حليق اللحيه ما يعتبرش فاسق. ليه؟ لانها اختلف في حرمتها او سنيتها، فيها خلاف في وجه عند الشافعية وهو الراجح أنها سنة وأن حلقتها مكروهة وليست حراما، وبالتالي بحليق اللحية ليس بفاسق ما زال عدلا، واخد بالك تفاصيل يعني. لو سيد الأمة ده كافر، لو سيد الأمة كافر هل تجوز ولاده؟ آه، بس بشرط أن الأمة نفسها تبقى مسلمة، ولكن في دور في بلاد المسلمين ايام ما كان في رق كانوا لا يجيزون ان غير المسلم يقتني اما مسلم، يمنعوه في البيع اصلا ما يروحش يشتريه، فهمتني ازاي؟ ما يمكنوش، لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، واضح؟ كان في قوانين كده يعني ايه متبعه في العرف العام في بلاد المسلمين. وجميع ما سبق في الولي يعتبر في شاهدي النكاح اللي هو الإسلام والبلوغ وعدم الجنون، ويزيد ليهم كمان أن يكونوا عالمين بلغة العقد، واخد بالك؟ مش يبقوا قاعدين بيعرفوا عربي والعقد بيتم باللغة الإنجليزية ويقول لك احنا شهود، شهود على ايه؟ فهم؟ لازم يتم بلغة يعلمها ايه الشهود، وبالتالي لو كان أصم لا يسمع ولا يفهم العبارة بالإشارة لا تصح ايه شهادته، فلابد أن يكون ايه سميع. أما العمى فلا يقدح في الولاية في الأصح،
العمل يقدح في الولاية في الأصح، مقابل الأصح الصحيح أنه يقدح، واخد بالك إزاي؟ لأنه هو التاني ممكن الأعمى ليه في الأصح تصح ولايته، لأنه هو يعرف يميز الناس من أصواته، يعرف يميز الناس من أصواته. لكن إيه إذا كان الصداق على معين لابد إيه من وجود واحد مع الأعمى يتأكد إن المعين ده تم قبضه، واخد بالك إزاي؟ علشان ما يبقاش فيها خلاف يعني. وأما العمى فلا يقدح في الولاية في الأصح، وكلمة في الأصح دليل في وجه إيه يقول أنه يصح. نبتدي بقى مين الولي، منهم الأولياء. لما قلنا أن الولي ده في عقد النكاح لابد منه، طب مين هم الأولياء؟ أحق الأولياء بالتزويج الأب، ثم الجد أبو الأب، يبقى الأب وين على، ويقدم الأقرب، يعني الأب عايش والجد عايش وأبو الجد عايش، يقدم الأقرب اللي هو الأب. طب الأب مريض أو سفيه أو فاسق، يبقى ناخد الجد، يعني ناخد الأقرب، خدت بالك؟ يبقى نبتدي بالأصول، الأصول الأول. خلصنا الأصول مفيش، أبوها مات وجدها ميت، يبقى نشوف أخوها. الأخ الشقيق يقدم على الأخ الأب، كويس؟ طيب مفيش أخ شقيق ولا أخ الأب، ناخد العم. العم الشقيق يقدم على العم لأب، كويس؟ طيب مفيش عم شقيق ومفيش عم لأب، نجيب ابن العم. ابن العم الشقيق يقدم على ابن العم غير الشقيق، وهكذا بهذا الترتيب. إن فقدت الأولياء جميعا يبقى وليها الحاكم، والحاكم الوقت اللي هو المأذون، يبقى المأذون ساعتها يؤتمن عليها فيختار لها الكفء ويتفق على مهر المثل علشان يشوف مصلحتها يعني. وعلشان كده بيقولوا أولى الولاة أي أحق الأولياء بالتزويج الأب، ثم الجد أبو الأبي، ثم أبوه، وهكذا، ويقدم الأقرب من الأجداد على الأبعد، ثم الأخ للأب والأم اللي هو الأخ الشقيق، ثم الأخ للأبي. طيب ما فيش الأخ لأب ولا الأخ الشقيق، ابن الأخ يقدم على العم، ابن الأخ بس بشرط يبقى عاقل بالغ، ما جيبش عيل في كيجي وان، مش كده برضو، لازم يكون عاقل بالغ. الاخ لام ملوش موقع في ايه؟ في الولايه في عقد النكاح. الاخ لام ليس له موقع في الولايه في عقد النكاح، له موقع في المواريث في الكلاله، لكن ملوش موقع هنا، احنا بنتكلم عن النكاح. ثم الاخ للابي، ثم ابن الاخ للابي والام وان سفل، ثم ابن الاخ للابي وان سفل. خلصنا الاب مش موجود ولا الجد، والأخ مش موجود ولا ابن الأخ، نروح للأعمام. الابن عمره ما يبقى ولي في عقد زواج أمه، الفرع ما ينفعش في مذهب الشافعية، يبقى يتولى تزويج أصله، فهمت؟ ولو كان الفرع ده ابنها عنده 30 سنة 40 سنة، راجل محترم وأزهري وعمته قد كده، ما ينفعش يجوز أمه برضه، فهمت إزاي؟ عند الملكية عند الملكية ايوه الابن يزوج امه، لكن الشافعيه لا. الشافعيه ايه؟ لان الفرع لا يكون له الولايه على الاصل ابدا، فهمت؟ الفرع لا يصح ان يكون له الولايه على الاصل ابدا. فلو شفت انت عقد زواج ابن بيزوج امه، العقد صحيح على مذهب الملكيه، بطل على مذهب الشافعيه، واضح؟ والافضل اننا زي ما قلت لك في عقود الزواج اننا نخرج من الخلاف، نعمل عقد زواج صحيح على كل المذاهب، يبقى ايه؟ عقد صريح مريح. يبقى ثم ابن الاخ للابي وان سفل، ثم العم الشقيق، العم الشقيق ثم العم للاب، ثم ابنه اي ابن كل منهما وان سفل، على هذا الترتيب، فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم للاب. فاذا عدمت العصبات من النسب، ملاش عصبه، نجيب المولى المعتق، المولى المعتق، يعني المرأة دي اللي بتتزوج كانت اعتقت عبد، فهمت ازاي؟ فهذا العبد صار بينه وبين هذه المرأة ولا عتق، فهمت؟ والمرأة دي ملهاش راجل، ملهاش عصبة خالص،
يوم ساعتها يتولى العقد عليها ايه؟ المولى المعتق. المولى المعتق اللي اعتقها لما كانت ولو هي اللي اعتقته. يعني لو هو اللي اعتقها او هي اللي اعتقته وهي ملهاش اي حد، يكون هو اولى من الحاكم. الولاء لحمة كلحمة النسب من الجهتين، خدت بالك؟ لدرجة انه بيتم بيه الارث اذا كان من ضمن اسباب الارث. لكن على اي حال الصور دي مش موجودة زمان عشان ما تشغلش نفسك بيه. لكن على اي حال طبعا هي صور احنا ما عشناهاش فبنتعجب بيها، لكن على اي حال بيبقى ايه؟ في نوع من الولاء. فالولاء ده بيبقى له لحمة. النبي قال كده، الولاء لحمة كلحمة النسب ولا يجوز بيعه ولا هبته كمان. شفت قد ايه؟ فاذا علمت العصبات من النسب فالمولى المعتق الذكر. يعني لو كان اعتقها، لو اما الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، لحمة يعني ايه؟ علاقة لحم ودم. يعني افرض المرأة دي كانت أمة، كويس؟ فالأمة دي اعتقها هذا الرجل وليست لها أقارب خالص، يبقى الرجل اللي اعتقده هو وليها، وليها سواء كانت حرة بعد ما اعتقها أو سواء كان زوجها وهي أمة، يبقى هو هي أمة اسمه سيدها، ولو اعتقها اسمه وليها. واضح؟ فإذا عدمت العصبات من النسب فالمولى المعتق الذكر ثم عصباته على ترتيب الإرث. أما المولى المعتقة إذا كانت حية فيزوج عتيقتها من يزوج المعتقة بالترتيب السابق. المولى المعتقة إذا كانت حية، طب في امرأة عتقت امرأة، فمين اللي يزوج المعتوقة؟ احنا قلنا المرأة ما تنفع، أولياء المرأة المعتقة. فهمت ازاي؟ أبو المعتقة بالترتيب اللي قلناه، الآباء فالأجداد مش موجودين، يبقى الإخوة أبناء الإخوة، ثم وهكذا بالترتيب الأعمام فأبناء الأعمام. أما المولاة المعتقة إذا كانت حية فيزوج عتيقتها من يزوج المعتقة بالترتيب السابق في أولياء النسب. فإذا ماتت المعتقة زوج عتيقتها من له الولاء على المعتقة، ثم ابنه ثم ابن ابنه، لأن الولاء بيورث، الولاء برضه بيورث. فلو ماتت يبقى اللي ورث ولاءها هم برضه الايه اللي يزوجوا. ما فيش بقى دول خالص، حد من الأولياء دول، يبقى ايه؟ ثم الحاكم. والحاكم بقى في الحالة دي لا يشترط فيه العدالة، لأن الحكام معظمهم فسق مجرمين ظلمة طول عمرهم بقالهم زمان، هنعمل ايه طيب؟ ابتلينا بهذا، ابتلينا بهذا، ها؟ ربنا يهدي يا سيدي. بس هو النبي قال ايه؟ 33 عاما خلافة راشدة ثم ملك عضوض إلى أن ينزل عيسى بن مريم، هو قال لنا كده، واخد بالك؟ فيبقى الحاكم هنا لو قلنا الحاكم ويشترط فيه العدالة يبقى مش حد هيتجوز، وبالتالي احنا قلنا مش مشكلة طالما الحاكم، المهم ايه؟ يبقى ليها ولي. ثم الحاكم يزوج عند فقد الاولياء من النسب والولاء. والمقصود بالحاكم هنا بقى في زماننا ده المأذون وخلاص، لان المأذون مأذون من الحاكم. فهم؟ ثم شرع المصنف في بيان الخطبة بكسر الخاء. الخطبة جاية من الخطب ولا جاية من الخطاب؟ تحتمل من الخطب، الامر الذي شأن عظيم، لان عقد النكاح ده امر له شأن عظيم، فجاي من الخطب او جاي من الخطاب، لانه يتم فيها مخاطبة بين ايه؟ الخاطب والمخطوبة واولياء المخطوبة، يبقى تحتمل ان الخطبة جاية من الخطاب او من الخطب، تحتمل الاصل ده. والخطبة تعرفها هي التماس الخاطب من المخطوبة النكاح. هو الاولى كان يقول التماس الخاطب من المخطوبة أو ممن له الولاية عليه، كان لأن مهم برضو الحكاية دي، ممن له الولاية على المخطوبة النكاح.
فقال ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة. لو المرأة ما احنا قلنا يشترط في الايه في الزوجة أن تكون خالية من زوج أو عدة، مش كده برضو؟ أن تكون خالية من زوج أو عدة، دي نقطة مهمة. فما ينفعش يصرح بخطبة معتدة سواء كانت العدة لوفاة أو طلاق بائن أو طلاق رجعي، لا يجوز أن يصرح. والتصريح إيه هو تعريف التصريح؟ ما يقطع بالرغبة في النكاح، كقولي للمعتدة أريد نكاحك، ما ينفعش يقول لها كده. لكن ممكن التعريض، واخد بالك؟ يجوز التعريض، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النكاح. يبقى عرضتم غير التصريح. التعريض يعني مثلا يقول لها ايه ده انت يتمنك كذا راجل، ده انت ست طيبة وصالحة، يعني ايه يثني عليها ثناء حسن، يعني كأن بيلمح لها، والستات بتفهم، واخد بالك؟ لكن ما يصرحش، لأن التصريح أحيانا الستات تكون قليلة الديانة، فلما يصرح تقوم ايه تكذب في عدتها، يخليها تكذب في العدة بتاعتها، تقول اه انا حط ثلاث حيضات، احنا هنروح نكشف عليها منين؟ محدش هيعرف، لان المرأة بتصدق. فهمت ازاي؟ فالاحسن انك انت ما تخليهاش ايه تكون سبب في انها تكتم ما في بطنها ان كانت حاملا، او انها ايه تلفق عدتها. يبقى ويجوز ان لم تكن المعتدة من طلاق رجعي، يعني يجوز التصريح لو لم تكن المعتدة من عن طلاق رجعي، ان يعرض لها، يجوز ان يعرض لها. يبقى التصريح حرام والتعريض مباح، بس بشرط ما يكونش معتدة من طلاق رجعي، طلاق بائن سواء بينونة صغرى او بينونة كبرى ينفع تعرض، او وفاء كويس، لكن طلاق رجعي لا، لان ما زالت تحت ذمة زوج. فهمت ازاي؟ يعني الخلع ده يعتبر طلاق بائن، الخلع طلاق بائن حتى ولو كانت الطلقة الاولى، ده يعتبر طلاق بائن بينونة صغرى، يبقى يجوز فيه التعريض ولا يجوز فيه التصريح. لكن لو كانت مطلقة طلقة رجعية غير بائنة، يعني بحكم قضائي، يبقى في الحالة دي لا يجوز له لا التعريض ولا التصريح، لانها في حكم المزوجة، لان ممكن زوجها الاولاني يراجعها في اي وقت. واضح؟ ويجوز ان لم تكن المعتدة من طلاق رجعي ان يعرض لها بالخطبة وينكحها بعد انقضاء عدتها. طب افرض ان هو عقد عليها وقت عدتها، لا يصح العقد، باطل. واضح؟ يعني عقد عليها وقت عدتها وهي مشغولة في عدة وعقد عليها، العقد باطل. طب خطبها بالتصريح، يحرم. فهمت ازاي؟ وينكحها بعد انقضاء عدتها. والتعريض ايه هو التعريض؟ ما لا يقطع بالرغبة في النكاح، يعني تقول كلام كده يحتمل معاني كتير، بل يحتملها، كقول الخاطب للمرأة رب راغب فيك، يعني ده انت يتمناك كل راجل، ده كلمة كده يعني ماشي، ياخد بالك. أما المرأة الخالية عن موانع النكاح وهي وعن خطبة سابقة فيجوز خطبتها تعريضا وتصريح. امرأة خالية تماما، خد بالك ممن برضو لا يصح التصريح بخطبتها، المرأة المخطوبة. المخطوبة وأجابوها على الخطبة ووافقوا. فهمت ازاي؟ في الحالة لا تخطب على خطبة أخيك ولا تبيع على بيع أخيك، زي ما قلنا في ايه في البيوع. والنساء على ضربين، النساء بقى نوعين، ثيبات وأبكار. الثيب من زالت بكرتها بوطئ حلال أو حرام، والبكر عكسه. الثيب تعريف الثيب ايه؟ من زالت بكرتها بوطئ حلال يعني بزواج، أو حرام زنا، أو لا حلال ولا حرام وطئ شبهة، وطئ الشبهة ده لا يوصف بالحل ولا بالحرمة. فهمت ازاي؟ برضه اسمها سيد. واضح؟ البكر عكسها، من لم تزل بكرتها،
طب افرض البكر وطئت ولكن غائرة، يعني ايه ما زالت بكرا ووطئت، تبقى لها حكم السيد. نادر صحيح بس بتعرف، يعني في بعض يعني الغشاء بكارة يبقى غائر ويبقى مطاطي لدرجة ما يتقطعش الا مع الولادة، درجة انها تتجوز وتحمل وساعة الولادة يدوب يتقطع، تفضل بكرة في نادرة لكن واردة. لكن في الحالة دي تبقى اسمها سيب برضو. يعني العبرة مش بغشاء البكارة، العبرة بأنه لم يتم وطئها في قبولها. طب لو وطئت في الدبر حرام بس ما زالت بكرة، واضح؟ يبقى العبرة برضو أن يكون الوطئ في الدبر في القبل لا في الدبر، واضح؟ وإن كان الوطئ في الدبر حرام. والنساء على ضربين ثيبات وأبكارا، والثيب من زالت بكارته بوطء حلال أو حرام أو وطء شبهة. إيه مثال وطء الشبهة؟ راجل أعمى ودخل الفراش بتاعه لقى أخت مراته نايمة لأنها جت وهو ما كانش موجود، فكره مراته فوطئها وهي نومها تقيل، فده اسمه وطء شبهة لا يوصف بحل ولا بحرمة. لكن خد بالك يجب فيه العدة، يجب فيها العدة لاستبراء الرحم. شفت قد ايه؟ وزي الوقت الاغتصاب، اغتصبوها اكرهوها، ناس خطفوها وغصبوها، فهمت ازاي؟ او ده وطئ حرام من جهة الغاصب المغتصب يعني، وبالنسبة لها لا حرام ولا حلال، قدر الله، كأن مرض اصاب مسكينة، مصيبة جت لها وخلاص، فهمت ازاي؟ وفي الحالة دي تبقى سيب، سيب لكن لا يوصف بايه؟ بحل ولا بحرمه، يعني امثله كثيره يعني. وربنا يسلمنا ويسلم اعراضنا جميعا. والثيب من زالت بكارتها بوطء حلال او حرام، والبكر عكسه. فالبكر يجوز للاب والجد عند عدم الاب اصلا او عدم اليه اجبارها، اي البكر على النكاح ان وجدت شروط الاجبار. عندنا في حاجه اسمها ولايه اجبار، تكون على البكر فقط وتكون للاب او للجد فقط بشروط، ان يزوجها كفءا لها بمهر المثل بنقد البلد فورا، فان فعل غير ذلك لا يجوز له ولايه الاجبار عليه، واضح؟ بشروط كده مهمه. فالبكر يجوز للاب والجد عند عدم الاب اصلا او عدم اهليته اجبارها على اي البكر على النكاح ان وجدت شروط الاجبار بكون الزوجة غير موطوءه بقبل، يعني في القبل، وأن تزوج بكفء بمهر مثلها من نقد البلد. كل دي يعني عشان يراعي مصلحتها يعني، فهم؟ ما ينفعش الأخ يبقى له ولاية إجبار، فعش ده يا الأب يا الجد. وليه خلينا للأب والجد؟ لكمال الشفقة، لكمال الشفقة عليه، واضح؟ أما الثيب فلا يجوز لوليها تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. إحنا طبعا عندنا يسن إنه يستأذن البكر، يسن ولا يجب. أما البكر الثيب فيجب إذنها. يبقى بالنسبة للبكر يسن الإذن إنك تستأذنها، وإذنها صمت، ويسن أيضا إلا تزوجها قبل البلوغ، واضح؟ علشان ايه؟ عشان لو زوجتها وهي صغيرة ربما تعرضها بعد ذلك للطلاق، لانها لسه بنت ما عندهاش الخبرة اللي بيها تعرف. الشرع يجيز زواج الصغيرة لكن لا ينصح به، فهمت ازاي؟ في فرق بين الاجازة، ليس كل جائز، ليس كل مباح متاح، زي ما كان بيقول لنا مشايخنا، ليس كل مباح متاح، فممكن يبقى مباح شرعا لكن غير متاح عرفا، فهمتني ازاي؟ فاحيانا العرف يقيد المباح. فالوقت احنا العرف ما تجيش بقى تقول لك ايه نزوج البنات اللي عندهم 9 سنين وعشر سنين مش عارف، عشان ستنا عائشه في روايه انها تزوجت سيدنا رسول الله عن 9 سنين، ما ينفعش، تبقى انت جاهل بالفقه الشرعي، فهمت ازاي؟ لان ليس كل مباح متاح، خصوصا ان التجربه اثبتت ان الزواج في السن الصغير لا ينبني عليه عقد زواج يستمر سنوات طويله. يبقى انت كده عرضتها للطلاق وعرضتها لتجربه سخيفه، تكره الجواز وسنين، فهمت ازاي؟
وبالتالي لا ينصح بتزويج الصغيرة ولا ينصح بتزويج البكر إجبارا كمان في زماننا ده، وإن كان يجوز، لأن ليس كل متاح مباح متاح. ليه؟ لأن احنا في زمن المرأة صارت متعلمة مثقفة واسعة الأفق، فقد لا تتحمل إجبار وليها فتخرج عن طوعه، فانت خلي بعد كده بنتك يتعقك. طب وليه؟ ليه تمتحنها انت؟ فهمت؟ فاستأذنها واتفق مع الموضوع معاها ومع أمها، ولا تستغل إباحة الشرع لك، لأنه هذه الأحكام كانت مناسبة في بعض العصور وقد تكون غير مناسبة في عصرنا الآن. وعشان كده الجماعة اللي كانوا عايزين ينصوا على في الدستور على سن معين للزواج 9 سنين، يعني ناس فاقدي إدراك الواقع، ما عندهمش إدراك للواقع ولا التغير اللي حدث في الناس بمرور الزمان. فما ينفعش اننا ننص عليها في الدساتير يعني. والثيب لا يجوز لوليها تزويجها الا بعد بلوغها واذنها. يبقى بالنسبة للثيب اللي هو سبق لها الزواج او سبق لها حتى ازالة البكارة بوطئ شبهة او ايه او بوطئ حرام، كل ده اسمها ثيب، لا يجوز بقى الا باذنها. فهمت ازاي؟ اما البكر فيستحب اذنها ولا يجب. اذن الثيب النطق واذن البكر الصمات. كويس؟ يعني تنطق تقول نطقا لا سكوتا، والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على المحرمات من النساء علشان نعرفهم، لان ايه ربنا بيقول احل لكم ما وراء ذلك، بعد ما ذكر المحرمات في الايه قال لك ما وراء ذلك، يعني اي امراه مش موصوفه بهذه الاوصاف يبقى يحل لك أن تتزوج. نتكلم عليها في المجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.